عزيز أحمد من قيدوم الجمعيات، رئيس الجمعية المغربية للتربية والإبداع، ورئيس الجمعية السيسية الحسنية للأشخاص المعاقين، ومن الناس اللي ناضلوا في المدينة وكافحوا بجميع المجهودات من اللي بدأ المشروع ديال المحج الملكي. هنا كاين نداءات ديما كنادي لجميع السلطات المحلية يحتفظوا وخاصهم يعطيو واحد الحرص شديد على الأعوان ديالهم باش الديور اللي فرغوا واستفدوا هما اليوم يخويو. خاصها تطبق مسطرة كما طبقت دابا اللي لحد الآن كانت تطبق قبل من هذا الوقت باش ما نوصلوش لهذه الكارثة العظمى. تبقاو هاد الناس هاد البلاد خوينا تاعينا من 95 وحنا كنخويو وما بغاش هاد البلاصة تخوى، يعني شيء لا يقبله العقل. دابا هذاك السيد اللي كرا خاصنا نديرو إجراء بحث تدقيقي في الموضوع باش إلا كان هذا السيد بأنه جا وكرا للناس خاصو يتعاقب باش يكون عبرة للناس آخرين. هذا هو الحل المشكل باش نوصلوا لواحد النتيجة اللي هي مرضية، باش ما نكونوش ظالمين بأنه كاين شي واحد اللي هو غير من فوق كيهضر بشي حاجة ما كايناش. حنا خاصنا الحاجة اللي كنأكد عليها بكل تصريح، والإنسان اللي هو روتريتي صافي لونتون هادي وكيقول بأنه وتابع هاد الأحداث، وهذيك الساعة أنا كنت في مع البي بي إس، عطوني مقرر لجنة السكن، عرفت خبايا ديال هاد الشيء واتهموا فيها ناس ديال اسمهم، مشاو فيها للسجن. إذن بقات انحصار. حنا بكل صراحة ولاو كيهزوا لنا 100 اهتمام، كاينين لوبيات كيستافدوا الناس بطريقة غير مشروعة، لأنه كيجي إنسان من يكون من الأوائل كيصبح من الأواخر. لماذا؟ لأن هناك لوبيات، هناك شيء اللي ما نقدروش نعبروه. حنا كمغاربه ما نقبلوش باش نقولوا هذا راه دار، وهذا باستمرار. كون الناس عطاونا اوكي فيفر، وحنا جلسنا مع السيد القايد ودرسنا هذه المشاكل. ديما في اي قايد جا اي عامل جا كنجلسوا معاه كنطرحوا هذا المشكل، ما كاينش اللي كيبغي يدخل لنا في عمق المشكل. لماذا؟ لانه مشكل عميق ولا لوبيات. ثمن المقدمين كيتغل، القايد كيتبدل، المقدم كيتبدلش، كتبقى لوبيات تما. كيجي كيخدم. انا بكل صراحه انا كنعيش في السيكتور هنايا، عندي المقر ديالي في درب عبد الله، يعني معروف. كيجيو لي بزاف الشكايات وكنتجه ليهم وكنجبد الملف كنقول لهم علاش ما ديروش داكشي اون كلاسمون، يعني غديروا تعطيو الناس ديرهم، اعطيهم اون كلاسمون، تبعوا داكشي ديال اسمو، ماشي يجي انسان عنده. استاذ واش تشوف ان هذا اللوبي تيبقى الضحيه ديالو هما المواطنين المساكن الضعفاء الابرياء اللي ما عندهمش لا قدر، ما عندهمش قدرات. ملي غتجي مرا عندها دار غتريب، عندها ساكنه بوحدها، يقول لها خصك تدبري على مرا تجيبها، منين غتشري هاد المرا تشريها؟ يشوفوا لها حل، وهما يدبروا على حل باش يفرغوها. هنا كاينه لوبيات، هنا كاينين ديور اللي كيفرغوا ولا بغاو يعرفوا هاد العبره. كنعطيهم الاسم ديالي، نجيو ندوروا يديروا معنا حنا كمجتمع مدني، ندوروا على الديور اللي مستافده باش نعرفوا شكون الناس اللي استافدوا، عاودوا رجعوا لديورهم اولا كراوهم اولا جاو مقدمين. كاينين حوايج شي كيغطي على شي، ولا هضرتي انت راه تتولي خايب. حنا كنحبوا الوطن، كنحبوا بلادنا، ما خصناش نبداو ننافقوا فيه، خصنا نصرحوا بتصريحات كامله، لان السلطه المحليه هي اللي خالقه هاد التراكمات ديال الناس اللي ما بغاوش يفرغوا، ما بغاوش يعطوهم حقهم باش اولا نعرفك ساكن وعطاوك وباقي هنا، علاش باقي هنا دير؟ يعني انت كتبري على باش تموت، ماشي نديروا كل شيء نردوه لسيدنا نقولوا راه ما عطاوش راه ما داروش لينا. لا بالعكس، حنا كمواطنين ما منظمينش، باغي نستافد وباغي يستافد لي معايا، او باغي نستافد كنبيع المخدرات وخاصني نجي للمدينه في كاين التراكم باش تخشى وسط الناس باش نتاجر في المسائل اللي بغيت انايا. هذا شيء خطير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.